والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل وآخر المفعول إلا بسحر أو أضمر الفاعل وغير منحصر. شو أسمع؟ الأصل في الفاعل أن يتصل، الفاعل كجزء الفعل، ولذلك يسكن الفعل إذا كان ضميرا، كراهة توالي أربع متحركات، والعرب يكرهون ذلك بما هو كالكلمة الواحدة، فتقول ضرب، إذا أسندتها إلى تاء الضمير تقول ضربت. واضح؟ إذا أصل الفعل يتصل، ولا يكون بجانب الفعل، وأصل المفعول أن ينفصل، تقول قرأ زيد الكتاب هذا الأصل، وقد جاء بخلاف الأصل، ولقد جاء آل فرعون النذر، اتصل المفعول بالفعل وانفصل وتأخر الفاعل، وقد يجي المفعول أساسا، وقد يجي المفعول قبل الفعل، قد يتقدم المفعول على الفعل، قال تعالى لصالح فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال العظيم له، وتقول زيدا اكرمت، فنقول وقد يجب المفعول بخلاف الفاعل لا يجوز بحال ان يتقدم على الفعل، لانه كجزئه وجزء الشيء لا يتقدم عليه. واضح؟ هذا نقول وقد يجب الاخرى. اخر المفعول الى اخر اللبسه، فتقول ضرب موسى عيسى، لا بد ان يكون المنطوق به اولا فاعلا، انا اقول واخر المفعول نفس الخضر، فإن لم يخف نفسه لا حرج عليك، تقول أكل الكمثرى موسى، الفاعل واضح المفعول واضح، وتقول أرضعت الصغرى الكبرى واضح، أضنت سعد الحمى واضح، أنا أقول إيه وأخي المفعول أضن الفاعل غير منحصر أو كان فاعل ضميرا، لأن حق الضمير الاتصال بعامله، فتقول أكرمت زيدا، المفعول لا واجب الاتصال لأنه اتصل الفاعل لا بد أن يصير المفعول. واضح؟ وأخير مفعول إلا أضن الفاعل وغيره، فإن كان الفاعل محصورا حقه التأخر، تقول ما أكرم زيدا إلا أنا، لأن محصورا تأخر وغيره محصور، وما بإلا أو بإن من حصل أخر مفعولا أو فاعلا، فتقول إنما قرأ الكتاب زيد حصلت الفاعلة، أو إنما قرأ زيد الكتاب لن أقرأ شيئا أخر، لن أقول وأخير مفعولا وما بإلا أو بإن حصل أخر، وقد يسبق من قصد الله، وهذا خاص بإلا بشرط أن تتقدم إلا معهم، فتقول ما شرب الماء إلا زيد، لك أن تقول ما شرب إلا زيد الماء، أما المحصول بإنما فلا يتقدم بحال، يتقدم المحصول إلا إذا كان فاعل أو مفعول، لا حرج فيه، لكن لا بد أن تتقدم معه إلا، فلم يدري إلا الله ما هي زنا عشيتنا ناء الديار وشامها، أنا قوله وما بي إلا أو بإن الحصر أخر وقد يسبق من قصد الله، وشاع نحو خاف ربه أمر، شاع اتصاله، شاع أن يتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل المتأخر، لأن أول حالة هذه عاد على متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة، فقل شاع خاف ربه أمر وشذ، وبعضهم يقول ممنوع منه ابن هشام قال لا يجوز، زان نوره الشجرة، زان نوره الشجرة، اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول المتأخر، لأن أول حالة هذه عاد على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وبعضهم جازهم استدل بقول القائل جزاء أبوه جزاء بنوه أبا الغيلان عن كبر، جزاء بنوه أبا الغيلان، اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول المتأخر، قالوا لا شيء فيها، والله.